على ذكر سميت رئيس الشباب المحمديه هشام ايتمنى يعني عنده عمل وخدام وهذه فهمتي يكون قريب هذه الوليدات دابا غير الاعتبار هشام ايتمنى حيت العابد المحمديه هذا بالفعل يوم هشام ايتمنى عنده تاريخ هشام تفضل يوم هشام ايتمنى الا بغى يرد الاعتبار العسيله والعائلات عسيله ويعرض الاعتبار القدماء اللاعبين وكل شيء غير عليه علاش لان اليوم الى جا نهار الجنازه ديال عسيله ومد يد المساعده للعائله ديالو فاليوم هشام يتمنى مطالب انه يوقف مع العائله ديال عسيله ماشي بغيناك ما بغيناش الوقفه ديال 3 ايام وتسالي 3 ايام ديال العواش راه كتسالي انت تعرف اليوم العزو كيسالي العزو راه ما كيبقى يعقل عليك حتى شي واحد راه الريال ما تبقاش دخلو وانت تعرف ما كاين اللي كيموت الاب بزاف الحوايج كيتعايدوا كيتقطع الماء كيتقطع الضوء ما كيبقاش يدوز السالير كتوقف هذه توقف هذه وانا ان شاء الله هو اللي كان تيصرف على الوليدات واش فهمتي وفهمتيني يعني هاد الفكره او يعني هاد الامور اللي تكلمنا فيها مزيانه